عبد الله بن سلمان ميد ادبا سلام سلمي يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا نبي سلام عليكم صلوات الله عليكم کربلا دربار اڑیتے کومان حسین تیری کوڑی صلات سلوا یا نبی سلام علیکم یا رسول سلام علیکم یا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعباد الصالحون ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وانت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم امين اللهم اغفر خائن الكافرين والظالمين والساخرين والماكرين والمتكبرين عنا والسنتهم يا خفي الالطاف نجنا بما نخاف اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين عليهم فدبرهم تدبيرا ودبرهم تدبيرا واجعلهم هباء منصورا اللهم غير افكارهم اللهم بدل احوالهم اللهم صف جمعهم اللهم اشغل بابدانهم بحق سيدنا محمد واله الابرار اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات بحرمه حبيبك مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بحقوق شاسع المحبوب خلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهم اجمعين بحق سيدنا شاه بغداد علي بن ابي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه بحرمة سيدتنا فاطمه الزهراء رضي الله عنها بحرمة السيدين الشهيدين القمرين المنيرين ابي محمد الحسن وابي عبد الله الحسين رضي الله عنهما بجاه سيدنا سلطان الاولياء الشيخ محي الدين ابن القاضي الجيلاني نسال الله الصون وبجاه سيدنا قطب ابن خواجه معين الدين ولي بن نوال الجزيري الذي نسال الله الصدر النزيل وبجاه سيدنا القطب المجيد فرد الوحيد سيد عبد القادر شاب الامين الناوري الحسن والحسيني نسال الله الصدر النزيل بحق سيدنا شيخنا ولي تشتي نسال الله الصدر النزيل بحقوق مشايخنا القادريه الجزيريه الرفاعيه وشاذليه الشبكيه بسائر الطرائق المحمديه رضي الله عنهم اجمعين وصلي اللهم وسلم على حبيبك سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربي بالمسلمين يا سيدي